اجلس لي الحاج اخويا جلس عنده ان شاء الله بعده.
الله أكبر الله.
أن يهدينا وإياكم جميعا. قل آمين. وأخص بالذكر أكل الكبير الملك المسوني الساحر خادم السحر والحسن. فأذعن لله عز وجل واعلم أن الله تعالى حرم عليك ما أثى عليه من ظلم، واعلم أن الله عز وجل بحق وبعدل جزاء ما جئت به من ظلم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فأخذ الله عز وجل شديد لمن طغى وتجبر. وقد اتضح وتبين لك بفضل الله تعالى الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأسلم لله خطوة كثير، وجعلوا الله جل وعلا مسلمين أفواجا ومثنى وفرادا، والحمد لله رب العالمين. فأقبل يا باغي الخير، ولا تفرق بين الزوجين بمحبة ومودة، مهما ثقلت وتعاظمت والشك أسهار، فلا تفرق بين اثنين. تحب زوجها وزوجها كذلك يحبها، فلا تفرق. ما جاء به ظلم وسور وبهتان وضلال وتضليل وكفر عظيم يفرقون به بين المرء وزوجه، فما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ظلمتها ام لا؟ عذبتها ام لا؟ اذيتها ام لا؟ احزنتها ام لا؟ شوهت جمالها ام لا؟ عليها الرجال والنساء. سلطت عليها الرجال وسلطت عليها النساء. سلطت عليها الرجال وسلطت عليها النساء. سلطت عليها الرجال وسلطت عليها النساء. ليأخذوا من جمالها وعفتها وعافيتها وقوتها وخيرها. سلطت عليه الرجال فكنت ظالما بحق، معتديا بحق. كنت ظالما بحق، معتديا بحق. كنت ظالما بحق، معتديا بحق. تظلمها وتؤذيها ظالما لها في يقظتها وملامها، في خطبتها وزواجها، في حملها ويدها، وفي فراشها وجماعها. سلطت عليها الرجال ليسحروا جسدها، والنساء ايضا يسحرن جسدها. وسلطت عليها الانس والجن ليسحرها في كل مكان وفي كل زاوية وفي كل بيت وفي كل عتبة، حيثما اتجهت وجدنا اسحارا ويسحرها ويسحرها ويسحرها. وأتى الذي قلت بهذا صحملا صحملا، تظلمها ظلم عظيم. لا ترحم، أذيتك بارقة وعشقك عظيم وظلمك عظيم وسحرك عظيم. عاشق متيم ساحر يكره زوجها بعدها، عاشق لجمالها ولونها، عاشق متيم احذر، عاشق على زهريتها ودمها على نسلها. تعشقها، تحبها، تدنو وتقترب منها، تعتدي عليها، تفتنها. لا أقدر، لا أقدر أعتدي عليها، لا أقدر، لا تقدر. لا قيمة لا قوة. في أذكار مرة فقط ودعت علي بالموت والنور والحر، فلم أستطع مرة ثانية.
جلست على مرة واحدة فدعت عليك دعوات قوية. كيف يا ربي تجعلني سيئة تجعلني وانا لم يمسسني بشر ابدا؟ قالت كيف تجعلني الجن والشيطان الي سبيل وانا التي لم يمسسني بشر ابدا؟ وانا احافظ على الغلول منذ الصغر الى الان، منذ ذاك اليوم لم تقف عليها، لكنك تسلط الرجال وتعتدي على الاقل بالاغراء والتدليل صح لا؟ وتسعى سعيا لتطليقها وطلاقها. عاشق ساحر همه ان يفرق وتبقى وحيده يتمكن منها، انما ياكل الذئب من الغنم الخاسيه. فبتطليقها يستفيد بها وينهشها نهشا، نهش الوحوش والطباع، نهش نهش الذئاب اللئام. يستفرد بها في دينها وعفتها وعافيتها وصلاحها واستقامتها وبيتها، انما ياكل الذئب من الغنم الخاصيه. فالذئب لا يقدر على الغنم وهي مجتمعه، لكن يصل إليها وهي متشرذمة متفرقة. نعم، يصل إلى الشاردة إلى الضالة المنفردة، فيتمكن منها بأنيابه. ذاك الذئب إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ولهذا جاء النبي باللحمة والرحمة والجمع، فيه خير فلا ينام من ينام وحده، ولا يسافر من يسافر وحده، بفضل الله مكرم سبحانه جل في علاه. وحتى الهجر يكون في فراش حتى لا تبقى كالغنم القاسية. ليس منها الهجر من هنا، حتى الهجر إذا كان بضوابط الشرعية يكون في فراش. هل الذي يحصل؟ ولا يكون هي في تخاف والله وتحمي بحقه. فما ظنك في بيت مبين ومع الشقة لتبقى الأمان بعيد عن الذئب وعن الذئاب، وبعيدة عن اللؤم وعن اللئام، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واهجروهن في المضاجع، في المضاجع، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يستفد العاشق بها في فراشها ودثارها ولحافها، يستفد العاشق بأنسيمها وعطرها، ويستفد العاشق بباسها وبياضها وزينتها، ويستفد العاشق بصوتها وأنينها وحتى بعوراتها، يستفد العاشق بأحلامها وتقلباتها، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. من لم يشبعها زوجها عطرا فواحا نسيما عليلا كلاما طيبا وحبا بفضل الله جل وعلا صادقا. ولم يشبعها الزوج والبعر فراشا، ولم يشبعها بفضل الله قربا وحبا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يستفردها وسواسا وشكا وبعدا وجفاء وخواء، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يأكل الذئب من الغنم القاسية. يزين لها عطرها وتعطرها وزينتها وجمالها ونظرها ومرآتها، ويزين لها لباسها ويزين لها مفاتنها، فيستفرد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قالها صلى الله عليه وسلم، وهي حكمة بالغة. وجب أن تسقر الماء الذهب وماء العيون. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. والله جل وعلا أمر بجمع الشم وفي اللحمة، ونهانا عن التفرق وشذنا. نهانا صلى الله عليه وسلم عن التباغض
والتدابر وأمر بالتراحم والتزاوم والجمع. والحمد لله على نعمه الأكبر وتوالى. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية حصر وقصر، لا يأكل الذئب إلا من الغنم القاسية، فلا يستطيع أن يصل إلى اللحمة والخلة والرفقة والصحبة الذين اجتمعوا على طاعة الله، الأزواج الذين التحقوا وتضاموا وتعانقوا وتزاوروا وتآخروا في رحمة الله بفضل الله جل في علاه، الذي حبه قائم على حب الله جل في علاه، لا يستطيع الذئب أن يصل إلى قلوبهم. فإذا تنافت القلوب فأصبحت في من آوى بعد عن بعضها يأكلها أكلا ادهشها نهشا. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ومن القلوب القاسية، القاسية بالصاد وليس بالسين، فإذا كانت بالسين فهي أشد هتكا ونهشا وعذابا، الإقصاء والبعد مع القسوة. نعوذ بالله من ذلك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية القاسية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فلا تجعلوا قلوبكم قاسية بعيدة، ولا تجعلوها قاسية عنيدة، واجعلوها لله قريبة رحيمة. ارحموا برحمة الله جل وعلا مع أزواجكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من يرحم يرحم. واعلم أنك إذا كنت في إباء فإن الله جل وعلا يسلط عليك من هو أشد قوة، يسلط الله جل وعلا عليك من هو أشد قوة، يسلط الله جل وعلا عليك من هو أشد منك قوة. والحمد لله رب العالمين. سلط عليها جندك وخدامك وحراسك وأعوانك، سلط عليها الحيات ينهشنا يوربنا، سلط عليها الحيات وجبات حاقدات حاسدات ساحرات، سلط عليها حيات بألوان صفراء بيضاء صفراء حمراء حمراء خضراء، سلط عليها الحيات في العقل في الفهم في الصور في الربن في الرحم في يد في القلم، سلط عليها الحية التي تحصلها على ذكرها طاعتها قرآنها عبادتها صيامها قيامها على تبعها حسن قولها لزوجها، سلط عليها الحية التي تعض عورتها سوتها جماعها فراشها تعض تنهش جمالها جمالها قوامها، سلط عليها الحية التي على ظهرها وفقراتها وخصرها وابنها ورحمها، سلط عليها الحية التي على صدرها وفاتنها، سلط عليها الحية التي على لونها وغيرها، سلط عليها الحية التي على بشرتها على ثغرها على شعرها على عينها، سلط عليها الحية التي على قلبها ساقيها، سلط عليها الحية 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 الحاسة 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 حي حاسد، سلط عليها الحي الحاسد الحي الحاسد، تطارق تطارق كالجان تطارق. اسمعي أيتها الحية عذبتها عذبتها حسدتها حسدتها على ابتسامتها وليني كلامها. لماذا لديها ابتسامة جميلة؟ ولماذا لديها حسن خلق جميل؟ ولماذا لديها أبناء تربيه تربية جميلة؟ ولماذا تراعي حق الزوج مراعاة جميلة؟ ولماذا تنفق إنفاقا جميلا؟ ولماذا هي بارة بأمها بعد موتها بالدعوات دعوات جميلة؟ ولماذا ولماذا؟ لا 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 صح ام لا؟ لا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ أم يحسدون الناس
على ما آتاهم الله أن يحسنوا الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم آتينا ماذا؟ آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم وكفى بجهنم وكفى بجهنم وكفى بجهنم سعيرا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال وفوق كل ذي علم عليم قالوا
يصفون. قالوا يا أيها العزيز إن هو من شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال Yeah.
وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قالوا لقد آثرك الله علينا لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا إن
يغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو إن ربي الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من دابة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة 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 لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الحمد لله رب العالمين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت فكفنا عن العائنين والحاسدين والسحرة اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا الله معشر الجن أسلموا لله سبحانه وتعالى إلى كل حية وثبان إلى كل حاسد وساحر أنب إلى الله جل وعلا فك الأساسي والقبض والأغلال فلا هم ولا غم من اليوم الذي قال كرم اليوم طاعة لله تعالى لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هيا إلى الله على الخروج هيا نعم حركات خروج بإذن الله تعالى واصل الخروج خروج بإذن الله تعالى خروج بإذن المولى جل وعلا هيا واصل الخروج بإذن الله سبحانه وتعالى جميعا ترحموا برحمة الله عز وجل هيا واصل بإذن الله هيا بإذن الله عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله الخروج بإذن الله عز وجل هيا إلى الله سبحانه وتعالى خروج واصل خروج بإذن الله عز وجل واصل بإذن الله بقوة اللهم يسر لهم سبل الخروج اللهم يسر لهم ربنا سبل الخروج أنت ربها تعبدها ويسرها وافتحها اللهم يسر لهم سبل الخروج واجعلهم في ذلك اندفاعا وقوة وقوة وطاعة يا رب العالمين اللهم يسر لهم سبل الخروج بسم الله واصل خروج من قبل بإذن الله تعالى واصل بإذن الله تعالى الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا وألنا له الحديد 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 الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مقدما
أصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله بسم الله واصف الجميع، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله